رأس الملك محمد السادس يوم الخميس 14 شتنبر 2023 اجتماعا لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين من زلزال الحوز. تهم النسخة الأولى من البرنامج إيواء نحو 50,000 مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم المتضررة. ويشمل البرنامج مبادرات للإيواء المؤقت أو في فضاءات استقبال تتوفر على كل المرافق الضرورية. 30,000 درهم هو المبلغ الذي ستمنحه الدولة كمساعدة للأسر المعنية. البرنامج سيشمل كذلك اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار. الدولة ستمنح مبلغ 140,000 درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، كما سيتم تخصيص مبلغ 80,000 درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. عملية إعادة الإعمار ستتم على أساس دفتر للتحملات وبإشراف تقني وهندسي وانسجام مع تراث المنطقة. أكد الملك محمد السادس على أن تكون استجابة السلطات قوية سريعة واستباقية، مع احترام كرامة الساكنة وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. البرنامج ستتم تعبئة موارده المالية من ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون مفتوحاً لمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين والدول الشقيقة والصديقة. وسيشمل البرنامج كذلك التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم من خلال إحصائهم ومنحهم صفة مكفولي الأمة.